Order in the court. صار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطلاً ليوم تاريخي بكل المقاييس في الولايات المتحدة بعدما أدانته هيئة المحلفين في محكمة نيويورك ب34 تهمة هي كل التهم الموجهة إليه في قضية تزوير ليكون أول رئيس أمريكي سابق يدينه القضاء الجنائي. قاضي محكمة نيويورك خوان ميرشان أمهل فريق الدفاع عن الرئيس السابق والملياردير الجمهوري حتى 13 من يونيو لتقديم دفوعه على أن تصدر العقوبة ضده في 11 من شهر يوليو. هذه الملابسات تأتي في الوقت الذي ينشغل فيه ترامب بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكأنه يدفع الآن ثمناً ربما لو صحت الإدانة لكان من المفترض أن يدفع في انتخابات العام 2016 التي فاز بها. وخرجت بعدها ممثلة إباحية قالت إن ترامب أعطاها $130,000 عبر محاميه الشخصي حينها مايكل كوهين لشراء صمتها عن علاقة عابرة بينهما تعود إلى العام 2006 للحفاظ على صورته كمرشح رئاسي. وفي 30 من مارس العام الماضي وجهت هيئة محلفين كبرى تهمة التزوير في سجلات تجارية إلى ترامب بدعوى محاولة إخفاء رشوة الصمت معتمدة في دعواها على شيكات قال المحامي الشخصي إن ترامب أعطاها له كي يتولى دفع الرشوة. وبينما يقول مراقبون إن ترامب قد يواجه السجن ل4 سنوات يقول آخرون إن أقصى ما يمكن الحكم به بعد انتهاء درجات التقاضي هو إطلاق السراح المشروط مع المراقبة على اعتبار أن ترامب لم تسبق إدانته جنائية وأن التهمة متعلقة بتزوير في سجلات تجارية وهو المتبع في غالبية القضايا المشابهة في نيويورك حسب التقارير الأمريكية.